حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها هذا المساء للحديث عن الوضع الإنساني في اليمن على ضوء اختتام مؤتمر الدوحة عن الأزمة الإنسانية في اليمن. مجلس الأمن يقول إن اليمن يواجه أكبر كارثة في تاريخه، وأن ما يجري في البلد يمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فيما ممثل اليونيسف يشير إلى أرقام مرعبة تواجه أطفال اليمن الذين يعيشون ظروفا صعبة في ظل استمرار الحرب والحصار في البلد. الكثير من التقارير والبيانات والدعوات صدرت عن معظم المنظمات الأممية منذ بدء الأزمة وحتى الآن، لكن الاستجابة لتلك الدعوات وجهود هذه المنظمات لمعالجة هذه الأزمة التي تأخذ في الاتساع بشكل يومي لا تزال دون المستوى المطلوب. جهود متناثرة بل نتيجة بلا نتيجة على الأرض، هكذا يمكن تلخيص دور الأمم المتحدة ومنظماتها في الملف الإنساني في اليمن الذي كشف عن فشل مضاعف لهذه المنظمة يتوازى مع فشلها الذريع في حلحلة الملف السياسي وإنهاء الحرب الدائرة منذ عام. في الدوحة وعلى مدى 3 أيام وبمشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية محلية ودولية وأقليمية وعدد من الشبكات الدولية، إلى جانب أكثر من 150 خبيرا ومتخصصا في قطاعات إنسانية متعددة، انعقد المؤتمر الدولي حول الأزمة الإنسانية في اليمن، لكن النتائج التي خرج بها المؤتمر لم تكن بمستوى التوقعات، مع مبلغ لا يوازي سوى 10% من المبلغ المطلوب لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن. نتائج مؤتمر الدوحة والوضع الإنساني في اليمن سيكون محور نقاشنا هذا المساء. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. بعد عام من الحرب أصبح الوضع الإنساني في البلد يستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي. المنظمات الدولية بقيت عاجزة حتى اللحظة عن القيام بدورها في الأزمة اليمنية التي خلفت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها، مع متضررين تجاوزت نسبتهم 80% من عدد سكان البلد البالغ حوالي 26 مليونا. تحذير جديد أطلقه ممثل اليونيسيف في اليمن جوليان هانس، محذرا مما وصفه كارثة إنسانية مقبلة في اليمن، مؤكدا تعرض أكثر من 10,000 طفل دون سن 5 للموت نتيجة إصابتهم بأمراض مختلفة، مشيرا إلى أن نحو 1.5 مليون طفل معرضون لخطر الإصابة بالأمراض المعوية، إضافة إلى قرابة 2 مليون آخرين عرضة لمرض الحصبة، وأكثر من 300,000 طفل معرضون لسوء التغذية الحاد هذا العام. المسؤول الأممي أشار إلى الظروف الصعبة التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين في مخيمات لا تتوفر فيها أقل الظروف الصحية والمعيشية الملائمة في مدينتي القاعدة وإب، اللتين تحتضنان الكثير من العائلات النازحة من مناطق المواجهات. في الدوحة اختتم المؤتمر الدولي حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وأعلن المنظمون تلقيهم دعما يقدر بحوالي 220 مليون دولار، فيما تبلغ حجم الاحتياجات الإنسانية أكثر من 2 مليار دولار بحسب تقديرات حكومية. فجوة هائلة تشير إلى حجم الإخفاق في الملف الإنساني للأزمة اليمنية التي تركت اليمنيين بلا غطاء في مواجهة ظروف قاسية تحت الحرب والحصار والخذلان أيضا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ النقاش مع ضيفنا من صنعاء المتحدث باسم اليونيسف السيد محمد الأسعدي. سيد محمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. حياك الله سيد محمد. بداية، تصريح جديد لمنسق منظمة اليونيسف في اليمن عن الكارثة التي تحيط بأطفال اليمن، وأيضا الكثير يتحدث بأن الأمر بالنسبة لليونيسف بات أكثر من مجرد تصريحات وبيانات. فأنا أقول أن الوضع الإنساني متفاقم في البلاد، وأن الأمور تزداد سوءا من بعد آخر، خصوصا أن الصراع ما زال مستمرا، أن الأزمة السياسية ما زالت على أوجها، الوضع الاقتصادي المتدهور، حصار في مدينة تعز، قصف جوي في صعدة وفي بعض المناطق، هناك حروب ومواجهات مسلحة على أطراف محافظة صنعاء وفي مأرب وفي بقاع مختلفة من اليمن. ألقى هذا الوضع بائس بجدراله على الأطفال بشكل رئيس، وأصاب كثيرا منهم، هناك ما يزيد عن 2000 طفل على الأقل قتلوا أو أصيبوا خلال هذه المواجهات المسلحة منذ مارس الماضي. نعم. هناك ما يزيد عن 20 مليون مواطن يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية، النصف منهم من الأطفال. هناك احتياج كبير جدا للمياه، هناك احتياج كبير للخدمات الأساسية والرعاية الصحية، هناك تدهور في المنظومة الصحية، هناك مئات المدارس تضررت بسبب الصراعات المسلحة أو استخدامها من قبل الجماعات المسلحة، واستخدامها
من قبل النازحين نعم في السكن. نعم طيب استاذ محمد، استاذ محمد نعم استاذ محمد، يعني كما ذكرت في بداية سؤالي بأن الكثير تحدث بأن أصبح يعني موقف اليونيسف عبارة عن إصدار تصريحات وبيانات ورصد يعني المعاناة التي يتعرض لها الأطفال والوضع الإنساني في اليمن فقط. إذا تحدثنا عن الجهود التي تقوم بها المنظمة في الوقت الحالي لدعم الأطفال اليمن ما هي؟ بالتأكيد استطاعت منظمة اليونيسف خلال عام 2015 على سبيل المثال في مجال التغذية تسيير قوافل غذائية، تسيير شحنات من مواد التغذية الدقيقة عبر ميناء المخا وميناء المكلا وميناء عدن وميناء الحديدة ومطار صنعاء أيضا، ووصلت واستطعنا أن نساعد ما يزيد عن 199,000 طفل تحت سن الخامسة فترة حياتهم للموت. كما استطعنا أن نوفر مياه صالحة للشرب في عموم البلاد لأكثر من 2 مليون مواطن في تعز وفي صعدة وفي عدن وفي صنعاء وفي دمار وفي الحديدة وفي مأرب وفي عمران وفي حجة. هذه سواء كان عن طريق نقل المياه عن الشاحنات أو عن طريق دعم مؤسسة المياه في الوقود من حيث تشغل المضخات وضخ المياه للمنازل. كما استطعنا نقل المخلفات الصلبة من عدد من المدن المختلفة بحيث أنها تسبب أمراض كبيرة. دعمنا مؤسسة تنقية المياه ومعالجة المياه المجاري في صنعاء التي يمكن تسبب أمراض كبيرة حتى الآن تشغيلها منذ أغسطس الماضي حتى الآن. كما قمنا بتوفير لقاحات للأطفال لما يزيد عن 4,500,000 طفل في عموم البلاد في كل المحافظات دون استثناء. نعم. شملت التغطية ما يزيد عن 85% من المسافرين. استطعنا نساعد 375,000 طفل بالدعم النفسي والاجتماعي سواء كانوا من النازحين أو نعم. طيب أستاذ محمد. نعم. استطعنا أن نوفر 365 طفل دراسي مؤقت في المدارس التي سواء قصفت أو تستخدم كسكن للنازحين. نعم. مع هذا كله. تعتبر الاستجابة محدودة الحاجة بالتأكيد، وهذا ما حبيت أن أؤكد عليه. نعم سيد محمد، يعني كما ذكر الممثل اليونيسف بأن الآن أصبح في اليمن 60% تحت خط الفقر. أنتم هذه الجهود التي تقدمها وتقدمها اليونيسف بعض المنظمات المحلية والدولية، ما هي النسبة التي يعني تقدرها أمام الاحتياج الداخلي والوضع المعيشي والإنساني في اليمن؟ دعنا أقول أن هذه الأزمة أثرت على كل شيء. كان هناك نظام الضمان الاجتماعي وكان يخدم ما يزيد عن 1.5 مليون حالة مسجلة ضمن الضمان الاجتماعي يستفيد منها ما يقرب من 7 مليون. هذا الصندوق تم تعطيله بسبب الحرب ولم يتم دعمه حتى الآن، وهناك هذا يعني أن 7 مليون مواطنين تضرروا بشكل مباشر وبشكل آني من هذا الصراع. الأمم المتحدة ومجموعة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية تقول أنها إجمالا فعلت ما يزيد عن 10 مليون من 8 إلى 10 مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر. لكن رغم كل هذا الدعم وكل هذه المساعدات، هذه المساعدات تسمى إغاثية، لا تعمل حلولا تنموية، لم تعد النازحين إلى منازلهم، لم تصلح المدن، لم تصلح الطرقات، لم تقوم بإصلاح وتأهيل المستشفيات التي دمرت أو المدارس أو المنشآت في البنية التحتية. نعم. هناك حاجة كبيرة جدا، أولا لإيقاف إيجاد مخرج لهذه الأزمة الطاحنة، ثانيا لدعم اليمن دعما حقيقيا وجادا مقارنة بالدول الجوار، وأيضا مساعدة اليمنيين حتى يقفوا على أقدامهم من جديد. نعم أستاذ محمد، لو ربطنا ما ذكرت في المؤتمر الآن اللي حاصل في الدوحة، يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى سيساهم في التخفيف من معاناة المواطنين والوضع المعيشي والصحي المتردي في اليمن؟ دعنا نقول أن منظمة كمنظمة اليونيسف طالبت بوضع خطة استجابة إنسانية للعام 2016 بمبلغ 180 مليون دولار. نتوقع أن تكون مثل هذه المنابر وهذه الملتقيات سواء منطقة الدوحة الجاري الآن أو وسائل الإعلام كوسيلتكم أو المقابلات الشخصية واللقاءات التي نجريها مع المانحين بشكل مباشر بحيث يتم الحصول على التمويل الكافي لمساعدة الأطفال في البلاد. نعم. مع هذا ينبغي ألا يتم التوقف، ينبغي أن يستمر الدعم، ينبغي أن تركز كل وسائل الإعلام على الوضع الإنساني في اليمن. الوضع الإنساني في اليمن في سنة واحدة من الحرب أودى بنسبة 80% من السكان تحت خط الفقر لحاجة إنسانية. نعم. بينما في سوريا عدد المواطنين الذين بحاجة إلى مساعدة إنسانية 76%. يعني الوضع الآن في الآن سيد محمد، نعم سيد محمد، يعني الوضع الآن في اليمن يعني أصعب من حال الوضع في سوريا. ربما لو استطيع ان اقول
بدون تحفظ ان الوضع في اليمن من أسوأ الكوارث الانسانيه في العالم. طيب كنتم طرفا في المؤتمر الذي يعني اقيم في الدوحه، هل كانت اليونيسف حاضره؟ وما هي البرامج التي قدمتموها في المؤتمر؟ دعنا اقول كان يفترض ان يشارك زميلين لنا من مكتب اليمن في مؤتمر الدوحه، لكن للاسف بسبب تاخر اجراءات الفيزا او التاشيره لم وصلت متاخره التاشيره فلم يتمكنوا من السفر، لكن لدينا زملاء من المكتب الاقليمي، لدينا زملاء من مكتبنا في منطقه الخليج ربما يمثلوا صوت اطفال اليمن ويمثلوا منظمه اليونيسف. احتياجاتنا اطلقت للعامه واطلقت بشكل عالمي لكل دول العالم بحيث تقوم بتمويل خطط الاستجابه الانسانيه التي تحتها مجموعه الامم المتحده ومجموعه عامليه الاغاثه في اليمن. نعم طيب اذا كانت هناك جديه من قبل المانحين سيعرفون الطريق الينا. نعم طيب سيد محمد تكرم بالبقاء معنا نشارك معنا الحديث، الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الاغاثه في تعز وهو الان من المشاركين في من الذين شاركوا في مؤتمر الدوحه. سيد عبد الكريم مساء الخير. مساء النور اخي، الله يفتح عليكم ان شاء الله. اهلا بك دكتور معنا، بدايه لو يعني وضعتنا في تقييم لنتائج مؤتمر الاغاثه الذي اختتم اعماله اليوم في الدوحه، يعني كنتم مشاركين فيه خلال 3 ايام. بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقه نحن حضرنا وكلنا تفاؤل في انعقاد هذا المؤتمر الذي سمي الازمه الانسانيه في اليمن تحديات وافاق الاستجابه الانسانيه، وتم على خلال 3 ايام. حضروا حوالي 13 مؤسسة عملاقة منها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومركز الملك سلمان وجمعية قطر وغيرها 13، وحضروا حوالي 150 مشاركا، وكان مفعم بالحيوية والنشاط والتفاعل من قبل هذه المؤسسات ومن قبل المشاركين، وناقشوا فيه مجالات عدة. الأهم دكتور النتائج التي مثلا خرج بها المؤتمر، الخطوط العريضة التي تقدم الدعم في ثمان مجالات منها الغذاء والماء وإلى آخر من هذه التوصيات، وقامت هذه المبادرات 13 وبدأت في عملية تنسيق في استقبال التبرعات، وقد علمت جمعية قطر مثلا للتبرع $100,000 والهيئة الخيرية الإسلامية كذلك $100,000، ثم الهلال الأحمر القطري 10,000 يعني 10 مليون دولار إلى غير ذلك، وربما يتولى هذا الجمع عملية الترتيب كصندوق مركز الملك سلمان لإغاثة الإخوة اليمنيين. نعم دكتور، نعم دكتور في هذه الجزئية، نعم اسمح لي قياديا المؤتمر، نعم لأنه اتسم بالموضوعية والنشاط والحيوية من جميع. طيب دكتور عبد الكريم يعني يعني ما ذكرته من مبلغ يعني يعني ختام المؤتمر 220 مليون دولار أمام يعني الدراسات التي قدمت في المؤتمر بأن اليمن يعني كموازنة لمدة 6 أشهر تبلغ $1,500,000,000 من أجل سد الاحتياج القائم الآن في اليمن، هذا المبلغ لا يمثل حتى 10% من الاحتياج الحقيقي. نعم هو نحن لا نقول، لكن هذه اعلان فيها في المؤتمر انها بدايه يعني تسديد ما هو موجود حاليا، لكن ما زال مركز الملك سلمان بقيه المؤسسات الاخرى العملاقه التابعه للامم المتحده ومنظمه الدعوات الاسلاميه وغيرها لم تعلن ما ستجد به لتحقيق اهداف هذا المؤتمر، لكن في التزام كذا شعار ما به من جميع المشاركين ومن غيرهم انهم ممكن يعملوا شيء، وستتولى اللجنه الجمهوريه للاغاثه هذا الموضوع الترتيب له برئاسه الدكتور عبد اللطيف فتح. نعم رئيس اللجنه العليا للاغاثه. يعني الايجابيه موجوده بغض النظر عن الدفع الكشموني بلحظته، لكن في هناك التزامات مبدئيه من جميع هؤلاء المشاركين بانهم ممكن ينجزوا شيء في اليمن باذن الله. هل حددت هذه الالتزامات بارقام معينه، مبالغ معينه سيتم اعطائها لليمن خلال فتره زمنيه محدده؟ بدأوا الآن بعض منهم وتكفلت بالمتابعة جمعية قطر، قلت لك بدأوا إلى حوالي 6 أو 7 من المشاركين الموجودين أنهم بدأوا يرصدوا أرقام معينة من المبالغ المالية، والبقية الأخرى كان في التزام متابعتهم من خلال
جمعية قطر الخيرية على أساس أنها ترسل هذه المبالغ وتبدأ العملية الإنسانية في اليمن. نعم دكتور تكرم البقاء معنا، أعود إلى صنعاء مع المتحدث باسم اليونيسف السيد محمد الأسعدي. سيد محمد، يعني لو وقفنا على الرقم الذي تم الآن في نهاية مؤتمر الدوحة، يعني 220 مليون دولار هذا المبلغ الذي خرج به المؤتمر، من وجهة نظرك إلى أي مدى سيسهم في التخفيف من معاناة اليمنيين في الداخل؟ لو سألتني 220 مليون دولار خيرا من لا شيء، لكن هل يكفي؟ بالتأكيد لا يكفي، تعتبر نسبة بسيطة، لكن دعنا نقول أنها بداية الغيث وأن هذا مؤشر على هناك جدية وهناك التزام من قبل دول الجوار دول المنطقة ومن قبل المانحين بشكل عام. هناك بحاجة إلى مزيد من المساعي من قبل المنظمات العامة في المجال الإنساني وأيضا من الجانب الحكومي اليمني ومن جانب حكومات دول الخليج بشكل عام. نحن بحاجة أن نلتفت إلى اليمن بكتابة جادة وأن نقوم بعملنا على أكمل الوجه في زمن سريع وقياسي، ما لما ستكون النتائج كارثية وسيكون الوضع أصعب بكثير مما يمكن معالجته لاحقا. نعم سيد محمد، فيما يخص دائما الدعوات والضغط والمطالبة من جميع المنظمات المحلية والدولية للميليشيا بالسماح لدخول المساعدات، يعني حتى الآن لم نسمع هناك أي استجابة مثلا من قبل الميليشيا للسماح بأي مساعدة تصل، وعلى وجه الخصوص تعز. أنتم في المنظمة هل لكم تواصل مع ميليشيا الحوثي؟ ما هي يعني ادعاءاتهم في منعهم أي مساعدة تصل للمواطنين؟ دعني أؤكد أن اليونيسف تتواصل مع كافة الأطراف عندما يقتضي الأمر، ليس لدينا أي مشكلة أن يوصلوا المساعدات إلى مدينة تعز، استطعنا أن نوصل المساعدات من وقت مبكر إلى مدينة تعز، ربما ليست بالقدر الكافي، ربما ليست المجالات التي قد يحتاجها الناس بشكل رئيسي، ولكن كمياه نحن نقدم مياه يوميا ما يزيد عن 66 ألف لتر في مناطق مختلفة، في بعض الأحيان تصل ضخ المياه إلى 99 ألف لتر. وفي بعض الأحيان عندما يتم توصيل المياه عبر مؤسسة المياه يصل إلى 199 ألف لتر يوميا. أيضا دعمنا مؤسسة المياه في تعز لضخ المياه من المناطق التي لم تتضرر ولم تشهد مواجهات مثل الحيضان وغيرها. أيضا قمنا بتوفير لقاحات الأطفال وعملنا ونفذنا حملة لقاحات في مدينة تعز في مناطق المديريات المحاصرة. أيضا استطاعنا أن نوصل بعض المساعدات، هناك صعوبات بالتأكيد لكن نستطيع أن نصل لكل مكان. هناك تحدي لدى المواطنين أنفسهم، أحيانا لا يستطيعوا أن يصلوا للمساعدات. نعم. بحيث لا يتمكنوا من الذهاب للمستشفى أو الذهاب للسوق أو الذهاب خوفا من القنف خوفا من تبعات حركتهم. نعم. بشكل عام التحديات قائمة، المشكلة موجودة لا يمكن إنكارها أو إطالها، ولكن إذا ما توفرت المياه الجادة هناك إمكانية للوصول. نعم سيد محمد، فيما يخص يعني سؤال أخير فيما يخص النازحين، ربما تبدو مساعدتهم أسهل بالنسبة لكم، لكن لحد الآن الكثير في هذه مخيمة النازحين يشتكي من عدم توفير الخدمات الأساسية بالنسبة لهم، يعني إذا كان هناك أي عوائق تمنع مساعدتهم ما هي؟ هناك إشكاليات كثيرة في العزيز. أنا أعتقد أنه عدم فهم أيضا دور كل منظمة، وأحياناً غياب التنسيق الدقيق والمستمر، قد يكون التنسيق في البداية في الأيام الأولى ولكن لا يستمر لفترات طويلة. أيضاً مدة وحجم الأزمة يجعل من الناس يعيشون حالة من الاكتئاب النفسي والقلق والاضطراب، حتى لو قدمت لهم مساعدات لكن هذه المساعدات أيضاً لا تغني عن أن يعودوا إلى منازلهم، لا تغني أن يعودوا إلى مصادر رزقهم، لا تغني أن يعودوا إلى كم شملهم بأهلهم وأقاربهم ومن حولهم. نعم. اليونيسف تعمل في مجالات محدوده وخصوصا مع الاطفال، لا تستطيع ان تقدم مساعدات لكل حاله بحاله. نحن نعمل مع الاجهزه الحكوميه القائمه متمثله بمكاتب التربيه ومكاتب الصحه ومكاتب مؤسسات المياه وايضا مكاتب الشؤون الاجتماعيه في المحافظات المختلفه وايضا بعض منظمات المجتمع المدني. نعم. نعمل في مجال المياه والمساحه البيئيه، نعمل في مجال مكافحه سوء التغذية لدى الأطفال، نعمل في مجال اللقاحات وتوفير الرعاية الصحية الأساسية الأولية لأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال. نعم. أيضا نعمل في مجال التعليم خصوصا التعليم الأساسي. أشكرك. لا نستطيع أن نوفر غذاء للأسر بشكل دائم، لا نستطيع أن نوفر ماوى، وهذا مما يجعل الأسر يشعرون أحيانا بالضيق والقلق لأن المساعدات ليست المساعدات المرغوبة أو المساعدات
الكافية. أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم اليونيسف سيد محمد الأسعدي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إلى الدوحة مع الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة فيتاز. دكتور عبد الكريم، فيما يخص تعز وهي المدينة الأصعب والتي تعاني من حصار لأشهر طويلة على يعني هامش المؤتمر الذي استمر لمدة 3 أيام، هل كان لديكم لقاءات ثنائية مع أي منظمات لنقل الصورة وتوضيحها بالنسبة للمنظمات العالمية؟ طبعا نحن الحمد لله كنا مجهزين بعض الكثير من الدراسات في المجالات التي نحاول ان نستهدفها، فتم لقاءات مع اكثر هؤلاء الذين شاركوا من 13 وغيرهم، فتم اللقاء مع ممثل مركز الملك سلمان، وتم اللقاء مع ممثل الهيئه العالميه الاسلاميه، وكذلك جمعيه قطر الخيريه ومؤسسه الاسراء ومؤسسات اخرى، وتعاملنا معهم وعطيناهم الدراسات الأولية التي تحتاجها في مجال الدراسة المستعجلة، وكذلك الدراسات الثانوية التي ربما تكون مرحلة ثانية لما بعد الحرب مما تحتاجه تعز من مجال مثلا الماء والكهرباء والتعليم والصحة إلى غير ذلك. فإن شاء الله ربما يعني فعلا الناس متعاطفين مع تعز بالذات أنها من ضمن المحافظات الأكثر تضررا على مستوى اليمن. نعم. طيب دكتور، فيما يخص المبالغ الآن التي رصدت في المؤتمر، ما هي يعني الآلية التي يعني ستنقل من خلالها وتوصل للمحتاجين والمضطرين في اليمن؟ شوف، هذا كان ربما أول توصية من توصيات المؤتمر في اليمن هي حكاية مجال الترفيه، أنه هناك عملوا توصية تتكون من حوالي 8 نقاط لعملية الترفيه وكيفية استكمال هذه المبالغ ومن الذي يشرف عليها وكيف سيتم توزيعها، وستتولى هذا الجانب اللجنة العليا للإغاثة مصنفة للدكتور عبد الرقي فتحي، لأنه كان عمل خطة لتسمى الاستجابة لعام 2016، يعني خطة الاستجابة العاجلة ل 2016 للجمهورية اليمنية، فهو مرتب حاله في هذا الجانب. نعم. بالاشتراك بأن الصندوق الأساسي لكل هذه التبرعات سيكون مركز الملك سلمان، ثم سيعمل كما سمعت أنه هناك لجان بالنسبة له تتبع لجان اللجنة الأساسية واللجنة العليا، لجان فرعية على مستوى المحافظات. نعم. وبإذن الله عن طريق هذه اللجان ثم الشركاء الآن في الميدان سيكون شركاء الجمعيات. هل تم تحديد؟ علاوة على أن هذه الجمعيات أيضا الدولية ستفتح لها مكاتب. نعم. على مستوى اليمن. هذا هل تم تحديد دكتور بالنسبة. نعم دكتور، هل تم تحديد فترة زمنية للبدء في يعني إيصال هذه المبالغ وإيصال المساعدات؟ أظن تبدأ بأقرب وقت، لكن لم يقولوا بتاريخ معين، لكن مثلا يعني حكاية العلاجات أو الماء أو الغذاء هذه لا تستحمل أنها تؤخر، لأن الناس حقيقة بالذات مثلا في تعز وغيرها من المحافظات يعني بدأت المجاعة، يعني طبول سينا تقرى طبول المجاعة في تعز حاليا بدأت تقرى، يعني تقرى، ولهذا نحن سنبقى متابعين لهذا الموضوع ونستأجر المتبرعين لعملية الإغاثة العاجلة لمحافظة تعز بالذات. نعم. طيب دكتور، يعني فيما يخص الدورة الحكومي، يعني الدورة الذي يعني قامت بها الحكومة في هذا المؤتمر أو غير المؤتمر بالنسبة لتوفير الاحتياجات والمساعدات والإغاثات للمحتاجين في اليمن؟ أما حقيقة من تلمس للوضع بشكل عام أقولها حقيقة لا نرى في هذا المجال إلا حكومة متواجدة ممثلة برئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبد الرقي فتحي، ونقول له حقيقة عبر القضائيات كما تقدمنا له، لكن لم نرى بقية الوزراء الآخرين، يعني مجال التعليم الآن في جامعة تعز أو عبر المدارس في تعز متوقف، مجال الجانب الصحي متوقف، فلم نرى يعني إخواننا من الوزراء العاملين في هذه المجالات في القيام بواجبهم سوى الدكتور عبد الرقي فتحي. وهذا في أننا نضعه تساؤل لمن يسمعنا، ما هو لماذا التقاعس في هذا المجال؟ هي المفروض يعملوا بما يستطيعون القيام به. نعم. حتى يخلو مشكلة هل نعم دكتور؟ على الله ثم على مستقبل اليمن. هل يقتصر دكتور دور الحكومة أو أيضا رئيس اللجنة الإغاثة الدكتور عبد الرقيب فتح سعادة الوزير على الحضور والمشاركة فقط، أم هناك تحركات أخرى يعني حقيقية سيلمسها المواطن قريبا في الجانب الإغاثي؟ معنا من حيث متابعتي للدكتور عبد الرقيب أنه
عنده خطه، عمل خطه في الاستجابه الانسانيه لسنه 2016 وراه يتنقل من عاصمه الى اخرى وحسب جدول زمني، فهو يعمل ما يستطيع او يقوم بما يستطيع القيام به. فلو كان بقيه الوزراء يعملون ما يقوم به مثلا الاخ الوزير ربما تكون الامور افضل وستحتل ربما مشاكل كثيره وستحل مشاكل كثيره في المجتمع اليمني. نعم دكتور، قبل ان نودعك كان هناك يعني اخبار سابقه تحدثت بان هناك تحرك قطري بالنسبه للاغاثه في محافظه تعز بحكم تواجدكم في الدوحه، الجديد في هذا الموضوع بهذا الملف؟ هي شوف حقيقة الدوحة أو قطر بشكل عام أنا أقولها صراحة هي المنظمة الوحيدة التي دخلت في امتداد الأحداث المسيرة في جمعية قطر الخيرية، وكذلك الهلال الأحمر القطري وما زال يعمل الهلال الأحمر القطري على سبيل المثال متعاقد ليقوم ببعض الترتيبات والأعمال في مستشفى الثورة، وكذلك مؤسسة سبل القطرية. هذه الثلاث المؤسسات متواجدة من بداية الأحداث وما زالت الآن تقوم ببعض الأنشطة، وهذا القيام أو تبني جمعية قطر الخيرية المؤتمر تستضيف هؤلاء الناس أكثر من 150 شخص يعني يحسب لقطر ولأبناء قطر يعني حكومة وشعبا ولجمعية قطر بالذات نقدم لهم جزيل الشكر والتقدير حقيقة. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. الشكر أيضا للمتحدث باسم اليونيسف من صنعاء السيد محمد الأسعدي. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.